السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في افتتاح مباريات الجولة 17 من بطولة دوري روشن السعودي المحترفين هنا في ملعب مرسول بارك، حيث الوجهة هذا المساء بين النصر والتعاون، وقمة هذه الجولة بين الفريقان ليقدمان موسم كبير جدا. النصر الذي يتربع على صدارة ترتيب الجولة أو الدوري قبل انطلاقة هذه الجولة ضد فريق التعاون الذي يبلي بلاء حسنا في هذا الموسم، بغض النظر عن خسارته في المباراة الماضية ضد الفتح هدف مقابل هدفين. هنا في ملعب مرسول بارك وسط هذه الأجواء الكبيرة للغاية وسط هذه الحضور، مع هذا الضغط مع هذا الهجوم، تمريرة لكنها بعيدة من لويس جوستا اليمين قبل انطلاقة هذه الجولة. نصر في الصدارة ولكن مع انتصار الاتحاد، وكريستيانو داخل منطقة الجزاء، محاولة مرور رونالدو أمام أكثر لاعب، وبعد ذلك تغطية وتدخل وإبعاد الكرة مع وجود حالة تسلل في اللقطة الماضية على كريستيانو. سائل كريستيانو رونالدو غريب على جهة اليمين، لكن تغطية وتدخل وبقى بالهدفين وانتصار كبير للاتحاد. الليلة التعاون في هذه الأمسية يلعب بتشكيل مع الاتحاد، كريستيانو محاولة مرور رونالدو، تسديدة كرة لكنها مرت خطير، الكرة من جانب صاروخ ماديرو وعدت على يمين حارس المرمى. أخطر محاولة نصراوية وأول بداية في هذه الأمسية. العودة للوراء باتجاه مادو، كريستيانو في جهة اليسار، رونالدو يبحث عن حلول، رونالدو أمام تغطية تشاهد بوتن تكون إثارة أكبر في الدقائق القادمة من عبد الله الشهري حكم فيديو يساعد النداء ويساعد أيضا ياسر الصف الوراء. كريستيانو رونالدو إلى سلطان غنام، كرة في الخلف، الرد مرة أخرى إلى عبد الله مادو، بناء هجمة نصراوية، تغطية وتدخل ميدران كاكو، لمسة أمامية يحيى يحاول المرور، يحيى بتسديدة لكنها فردية وكان فيها أناني بعض الشيء في اللقطة الماضية، تسديدة جاءت بعيدة لضربة مرمى. بعيد مباراتي الذهاب والعودة على مدار تاريخها في دوري المحترفين، محاولة لسكر القصيب أو الذئاب الولفز نادي التعاون، كرة تصل التعاون في السنوات القليلة الماضية، تغير كلي عما كان عليه، محاولة باتجاه غريب يصل كرة غريب مر غريب بكرة، الله الله عبد الرحمن غريب، جول نصراوي، غريب خطفها بروعة كبيرة وأنهاها بشكل جميل، الله اللقطة، غريب يا عيني غريب، النصر يتقدم بالهدف الأول بعد تمريرة في منتهى الروعة ونهاية ولا أجمل ولا أروع من جانب عبد الرحمن غريب. يسجل النصر الهدف الأول في هذه الأمسية بعد 17 دقيقة لعب في ملعب مرسول بارك، وبعد تمريرة من جانب سامي النجعي ضرب دفاع التعاون مرة بروعة من غامدي وحطها بشكل جميل. عبد الرحمن غريب بدأ يلمع أكثر، غريب يتألق أكثر في هذه الفترة، غريب لمسة ساحرة جميلة من الفنان عبد الرحمن، وبعد ذلك النصر يتقدم في النصر مرة أخرى. مجموعة من التمريرات نشوف فريق شاموسكا بدأ ينتشر على مستوى قاطع من جانبي نواف العقيدي، عرضية أخرى خطيرة وكوناني، وبعدها في اللحظة الأخيرة، حلوة اللقطة الأخيرة، خطيرة جدا لمصعد التعاون على مرتين، مرة أولى من جانب تاومبا ومرة ثانية لمسة فيها تغطية، هذه كرة بعيدة بعد ذلك أمام تغطية تبقى لمصعد كونان، محاولة نصراوية بكرة عرضية خطازي، التعاون يحاول في هذه الأثناء مع كرة عرضية خطيرة لكنها أيضا لمسة تصل إلى فهد الرشيدي تحت ضغط السلام، لمسة نصراوية في جهة اليمين، محاولة بكرة عرضية لكن الدفاع نصر، كرة بالخطأ من الدفاع تبقى لكاكوب بكرة عرضية لكن الدفاع أخر، وبعد ذلك لازال يحافظ على كرته، ما زال تسديدة وكرة مرت بمحاذاة القائم، حلوة اللقطة الماضية جميلة لمصعد علي الحسن بعد تسديدة من خارج المنطقة في محاولة الإبعاد تبقى نصراوية، سامي النجعي إلى أيمن يحيى تسديد ميدران، لمسة على جهة اليسار خطيرة إلى هزازي، محاولة مرور تغطية اللاعب لكن كرة بعد ذلك فيها تغطية مرور من جهة كأداء فيه جماعية عالية جدا، يظل فريق
تمريرة الرد إلى غريب مرة أخرى، كرة أمامية لكنها بدون تركيز. تاومبا كان خطير في كرتين لمصلحة التعاون ولكن دون أن يتكن الدفاع لصاروخ موديرا. رونالدو بتسديدة لكنها سهلة. مادو لمسة أمامية لكنها بعيدة وصعبة. في كاكو بلمسة على جهة اليسار لمصلحة عزازي لكن بعيد الكرة. ترك الكرة بعد ذلك لينالدو وبعد ذلك لحسن كادر في القمة وفي وسط الترتيب لمن أجل مراكز آسيوية. الفارو تغيير اتجاه اللاعب في أقصى اليسار إلى سليمان حزازي لكن التغطية من جانب أيمن يحيى وبعد ذلك الكرة تحولت إلى رمية جانبية. رمية جانبية الغامدي في جهة اليمين لمصلحة التعاون. عودة للبحث عن حلول غوستافو كونان. كريستيانو غريب تمريرة باتجاه نجعي. كرة كادش بتمريرة طويلة باتجاه فهد رشيدي في مكان خطير لكن حسن علي الحسن. تمريرة باتجاه رونالدو محاولة لكن فيها تغطية وتدخل من جانب الدفاع. إبعاد الكرة في وسط الميدان صافرة من الحكم واحتساب خطأ لمصلحة تعاون في حلول. لويس غوستافو على حدود منطقة الجزاء أمامية لكن التغطية من جانب تمريرة الرد إلى كاكو خطيرة لمصلحة التعاون. كرة أمامية فرصة لكن سامي النجعي داخل منطقة الجزاء خطيرة إلى غريب لكن الكرة بعد ذلك غوستافو ثم كونان. الجبهة اليسرى النصراوية تمريرة هي أكبر من عشاق كريستيانو. كرة وتغيير اتجاه اللاعب على جهة اليسار حلوة على جهة اليسار. الفارو بيدران خطيرة وكرة عرضية داخل منطقة الجزاء مرت من الجميع. تصل الغامدي محاولة داخل منطقة فرصة لمصلحة التعاون بكرة عرضية لكن التغطية مرة أخرى من جانب الدفاع صافرة من حكم المباراة بسبب إصابة أحد اللاعبين. بالسلامة لفهد الرشيدي. الاحتكاك اللي تم في اللقطة الماضية وبعد ذلك إصابة لجناح التعاون فهد الرشيدي. مصاب سليمان حزازي. كرة إلى كريستيانو. رونالدو يبحث عن الحلول بكرة خلفية تصل بعد ذلك إلى عبد المجيد. سلاهم تسديدة قوية لكنها في يد الحارس. حلو اللقطة حلو اللقطة الأخيرة. يأتي اليمين تصل الكرة لمصلحة سعد الناصر جهة محمد الغامدي الباحث عن كرة عرضية خطيرة. صعبة للغاية. ماشاري بوف يحاول تمريرة لمصلحة غوستافو تسديدة وكرة ومادو سجل لكن رونالدو متسلل. مادو سجل لك تاومبا هدف للنصر تم الغاء بداعة التسلل لكن انتظروا رونالدو يؤكد الجميع أنه حكم المباراة بعد العودة للفيديو. بعد العودة للفيديو حكم اللقاء يشير إلى هدف نصراوي. نعم هدف نصراوي كما كان يتوقع كريستيانو رونالدو. مادو سجل هدف النصر يسجل هدفا ثانيا. احتجنا لبعض